أعزائي طلاب الصف الحادي عشر المسار التكنولوجي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد في مادة علوم الحاسب من الوحدة الأولى هياكل البيانات بعنوان حل التدريبات الجزء الثالث. في هذا الدرس سنقوم أعزائي الطلاب بمراجعة سريعة للقاموس ديكشنري وحل تدريبات هذا الدرس، ثم نمر إلى تدريبات إضافية في مختلف هياكل البيانات التي رأيناها سابقا. لتعريف القاموس أعزائي الطلاب، في لغة بايثون نكتب ديكشنري نيم وهو متغير يمثل اسم القاموس، ثم نضع علامة تساوي، ثم نضع عناصر القاموس بين قوسين معقفين ونفصل بين العنصر والمفتاح بالنقطتين. للوصول إلى عناصر القاموس هناك طريقتين. الطريقة الأولى، نستخدم المفتاح الخاص بالعنصر الذي يكتب داخل القوسين المربعين، والطريقة الثانية هي استخدام الدالة get. رأينا أيضا أعزائي الطلاب عدة دوال مستخدمة مع القاموس، ومنها الدالة get التي تكتب بهذه الطريقة dict name وهو اسم القاموس، ثم دوت، ثم get، ونضع المفتاح x بين قوسين. ترجع هذه الدالة القيمة المرتبطة بالمفتاح x، وإذا لم يتم العثور على المفتاح في القاموس فإنها ترجع القيمة نون. تقوم الدالة update بتحديث قيمة المفتاح x إذا كان المفتاح x موجود داخل القاموس، أو إضافة زوج أو أزواج جديدة إذا كان المفتاح x غير موجود داخل القاموس. دالة values ترجع جميع القيم الموجودة في القاموس وتكتب dictName.value. الدالة keys تكتب dictName.keys وترجع جميع المفاتيح الموجودة في القاموس. وأخيرا الدالة clear تكتب dictName.clear وتحذف هذه الدالة جميع العناصر داخل القاموس. نمر الآن إلى التدريبات ونبدأ بالتدريب رقم 1 على الصفحة 66. ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولا، يتم كتابة العناصر داخل القاموس بين قوسين مربعين، والإجابة هنا خاطئة لأننا نستخدم الأقواس المعقفة في إنشاء القاموس. ثانيا، تكتب أزواج القاموس بالشكل التالي keys نقطتين ثم value، والإجابة هنا صحيحة. ثالثا، يمكن الوصول إلى عناصر القاموس باستخدام أرقام مواقعها، والإجابة هنا خاطئة. رابعا، يمكن أن تكون مفاتيح القواميس أي نوع من أنواع البيانات، والإجابة هنا صحيحة. التدريب 2 على الصفحة 66، طلب مني هنا تعريف القاموس. ورأينا سابقا أن القاموس هو هيكل بيانات يقوم بتخزين البيانات على شكل أزواج، كل زوج هو عبارة عن جزئين هما المفتاح والقيمة. ثانيا، طلب منا الصيغة العامة للقاموس، والصيغة العامة تكتب بهذه الطريقة dictionary name equal، ونضع قوسين معقفين، ثم نضع المفتاح الأول ثم نقطتين القيمة الأولى، فاصلة، المفتاح الثاني نقطتين القيمة الثانية، وهكذا. التدريب 3 على الصفحة 67، ما هي أوجه الاختلاف بين القاموس والقائمة؟ ورأينا أن القائمة هي سلسلة من العناصر المتتابعة، في حين أن القاموس يضم أزواجا من العناصر غير المرتبة. الفرق الرئيسي يتلخص في كيفية الوصول إلى العناصر، فالعناصر في القائمة يتم الوصول إليها عن طريق رقم الموقع الرقم التسلسلي Index، بينما يتم الوصول إلى عناصر القاموس من خلال المفاتيح Keys. التدريب رقم 4 على الصفحة 67، انشئ قاموسا خاصا باسمك واسم العائلة. للإجابة على هذا السؤال ننشئ قاموس student equal، ونضع بين قوسين معقفين المفتاح الأول name ثم نقطتين، ثم نضع القيمة الأولى أحمد وهي تمثل الاسم، بعد ذلك فاصلة، ثم المفتاح الثاني if name نقطتين واسم العائلة علي. ولطباعة القاموس نكتب print student، وبالتالي سيقوم هذا المقطع البرمجي بطباعة كل عناصر القاموس. تدريب 5 على الصفحة 67، قم بإنشاء قاموس يتم تعبئته من قبل المستخدم. هنا نقوم أولا بإنشاء قاموس فارغ باستخدام الدالة dict بهذه الطريقة my dict يساوي dict، بعد ذلك نقوم بتعريف متغير keys نضع فيها القيمة المدخلة من قبل المستخدم، بعد ذلك بنفس الطريقة نستخدم متغير value نضع فيها القيمة المدخلة من قبل المستخدم، ثم نقوم بإسناد هذه القيمة value إلى القاموس MyDict لترتبط بالمفتاح key، وأخيرا نطبع القاموس لإظهار محتواه. نتيجة تنفيذ هذا المقطع البرمجي ستكون Enter the key. إذا أدخل المستخدم كلمة name مثلا، سيقوم البرنامج بإظهار الرسالة Enter the value، ثم إذا أدخل المستخدم كلمة سعد، سيقوم البرنامج بطباعة محتوى القاموس name كمفتاح وسعد كالقيمة. تدريب 6 على الصفحة 67، استخدم عمليات القواميس في بايثون للقيام بما يلي. قم بإنشاء قاموس يحتوي على الاسم الأول والاسم الأخير لثلاثة من أصدقائك. قم بإضافة صديق جديد،
احذف جميع عناصر القاموس. وللإجابة على هذا التدريب يمكننا استخدام هذا المقطع البرمجي. لإنشاء القاموس هنا نكتب friends equal وبين قوسين معقفين نضع اسم الصديق الأول خالد واسمه الأخير سامر، ونستخدم fname1 وsname1 كمفاتيح لهذه القيم، ثم نكتب اسم الصديق الثاني أحمد واسم الأخير لأحمد وهو جاسم، ونستخدم المفاتيح fname2 وsname2 للوصول إلى هذه القيم، وأخيرا نكتب اسم الصديق الثالث علي واسمه الأخير يوسف، ونستخدم كمفاتيح للوصول إلى هذه القيم fname3 وsname3. بطباعة محتوى القاموس نكتب friend ونضع بين قوسين معقفين اسم القاموس friends. لإضافة صديق جديد نكتب new friend equal ونضع بين قوسين معقفين اسم الصديق الرابع يوسف واسمه الأخير محمد، ونستخدم كمفاتيح fname4 وsname4 للوصول إلى هذه القيم. وبعد ذلك لإضافة هذا العنصر إلى القاموس نستدعي الدالة update بحيث نكتب friends.update ونضع بين قوسين اسم المتغير new friend. لتباعة محتوى القاموس وللتأكد من إضافة هذا الصديق إلى القاموس نكتب print ثم اسم القاموس friends، ولحذف جميع عناصر القاموس في السؤال الثالث نكتب friends.clear ثم نطبع القاموس للتأكد من عملية الحذف. نمر الآن إلى تدريبات على جميع هياكل البيانات. النشاط الأول اختر إجابة صحيحة. الدالة التي تستخدم لحساب عدد مرات وجود عنصر محدد داخل القائمة هي الدالة count. ثانيا عملية sort تقوم بترتيب عناصر القائمة تنازليا أو تصاعديا أو عكسيا، والإجابة هنا تصاعديا. ثالثا لعكس عناصر القائمة نستخدم الدالة reverse أو sort أو remove، والإجابة الصحيحة هنا reverse. رابعا لحذف جميع العناصر من القائمة نستخدم الدالة count أو clear أو remove، ورأينا سابقا أن الدالة clear هي التي تقوم بحذف جميع عناصر القائمة. خامسا لإضافة عنصر إلى القائمة نستخدم الدالة sum أو append أو count، ورأينا سابقا أنه لإضافة أي عنصر إلى القائمة نستخدم الدالة append. عملية append تضيف عنصرا جديدا إلى بداية القائمة، منتصف القائمة أو نهاية القائمة، والإجابة الصحيحة هي نهاية القائمة. لحذف عنصر محدد من القائمة نستخدم الدالة remove أو clear أو delete، والإجابة الصحيحة هي الدالة remove. لحساب عدد العناصر الموجودة في القائمة نستخدم الدالة remove أو max أو len، ورأينا سابقا أن الدالة len هي التي ترجع عدد عناصر القائمة. ترقيم القائمة يبدأ من 0 أو 1 أو سالب 1، والإجابة الصحيحة هنا 0. يتم وضع عناصر الصف توبل بين قوسين مربعين أو قوسين معقفين أو قوسين عاديين، والإجابة الصحيحة هي الأقواس العادية. عند تعريف صف يحوي عنصرا واحدا فقط يتم كتابة العنصر بين قوسين متبوع بنقطتين أو فاصلة أو ستار، والإجابة الصحيحة هنا الفاصلة. الدالة التي ترجع الموقع الحالي لعنصر محدد داخل الصفوف هي الدالة index. نرمز لعناصر المصفوف المتكونة من حروف ورموز ب I أو D أو يو، والإجابة الصحيحة هي يو. يمكن أن تحتوي المصفوفات على بيانات مختلفة أو من نفس النوع أو عشرية، والإجابة الصحيحة هنا أن المصفوفات تحتوي على بيانات من نفس النوع. تتم فهرسة كل عنصر في المصفوفة ثنائية الأبعاد بواسطة فهرس واحد أو فهرسين أو الأعمدة، ورأينا سابقا أنه تتم فهرسة كل عنصر في المصفوفة ثنائية الأبعاد بواسطة فهرسين. للإشارة إلى عنصر معين في المصفوفة ثنائية الأبعاد نستخدم الصف والعمود أو الصف فقط أو العمود فقط، والإجابة الصحيحة هي الصف والعمود. يتم كتابة العناصر داخل القاموس بين قوسين مربعين أو أقواس عادية أو أقواس معقوفة، والإجابة الصحيحة هي الأقواس المعقوفة. لإرجاع جميع المفاتيح الموجودة في القاموس نستخدم الدالة get أو key أو clear، والإجابة الصحيحة هي الدالة key. لحذف جميع العناصر داخل القاموس نستخدم الدالة clear أو update أو remove، والإجابة الصحيحة هنا هي الدالة clear. الدالة التي تضيف أزواج جديدة من العناصر إلى القاموس إذا كانت المفاتيح غير موجودة مسبقا فيه هي الدالة update. نمر الآن إلى النشاط 2، ما هي الاستخدامات المختلفة لهياكل البيانات؟ القائمة list نستخدمها عندما نحتاج إلى مجموعة يتم تعديلها بشكل متكرر.
المصفوفة array نستخدمها عندما نريد تخزين بيانات من نفس النوع. الصفوف tuples نستخدمها عندما نحتاج إلى تخزين بيانات لا نريد تغييرها. والقاموس dictionary نستخدمه عندما نحتاج إلى وجود ارتباط منطقي ما بين المفتاح والقيمة، أو عندما نحتاج إلى البحث عن البيانات بناء على مفتاح مخصص. شكرا على حسن الانتباه، وإلى اللقاء في درس آخر.